الشعب المغربي فاطمة من طنجة إلى الدويرة للذكرى 47 للمسيرة القضراء المضفرة. بالإعلام الوطني والمحلي مرحبا. نعم سيدي، اليوم احتفالا بالذكرى 47 للمسيرة الخضراء أبت الثانوية التأهيلية محمد الخامس، إلا أن تخلد هذه الذكرى هذه تنفيذا للتوجيهات الوزارة والأكاديمية وأيضا المديرية الإقليمية. وفي هذا الصدد هذا قام نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان على تنظيم هذا الحفل بخصوص المسيرة الخضراء من أجل تربية الناشئة وتربية التلاميذ ديالنا على المواطنة والتعريف بهذه الذكرى الحبيبة على قلوبنا اللي هي ذكرى ديال المسيرة الخضراء اللي تتأرق لواحد الحدث تاريخي وجزء من الهوية والتاريخ ديال الشعب المغربي وديال الدولة المغربية بشكل عام، من أجل أن يكون التلميذ عنده تاريخ، لأن الذي لا ماضي له لا يمكن أن يكون له مستقبل. وبهذه المناسبة قمنا في هذا الأسبوع هذا بمجموعة من الأنشطة واختتمناها بهذا النشاط. بدينا ببطولة محلية للعدو الريفي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، أيضا تقديم مسرحية من طرف التلاميذ حول أهمية التراث الوطني والذكريات الوطنية في تربية الناشئة تحت تعطي الأستاذ العزاوي. سيد رئيس المؤسسة وفي الإدارة الجديدة التي تحمل مشروعا صفتي منسقة لهذا نادي المواطنة والسلوك الوطني، نظمنا ندوة بمناسبة الذكرى 47 لتخليد ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة تحت عنوان قطوف من تاريخ المغرب ترسيخا لقيم المواطنة ومغربية الصحراء. نهدف من خلال هذه الندوة إلى تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي لمنظومة التربية والتكوين بمؤسستنا، وذلك لترسيخ قيم المواطنة لدى أبنائنا من المتعلمين والمتعلمات وإذكاء قوة الانتماء للوطن والولاء له. ونستحضر هذه المناسبة ذكرى المسيرة الخضراء هي مناسبة قوية لاستحضار هذا التلاحم القوي بين العرش العلوي المجيد والشعب الوفي. استدعيت لهذا النشاط كمحاضر ومشارك في هذه الندوة بمناسبة تخليد الشعب المغربي لذكرى المسيرة الخضراء المضفرة، وهي فرصة للتعريف بهذه القضية الوطنية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي والدولة المغربية. وقضية الصحراء المغربية هي قضية لها جذور كبيرة جدا وتاريخية، وأن ما حصل لها بعد الاستقلال هي أشياء مفبركة ونوع من تزييف الحقائق التاريخية. نحاول في هذه الندوة التي تحمل شعار قطوف من تاريخ المغرب ترسيخا لقيم المواطنة ومغربية الصحراء، أن نقف عند أهم المحطات الأساسية في تاريخ المغرب، من التاريخ القديم إلى التاريخ الوسيط إلى التاريخ الحديث إلى التاريخ المعاصر إلى الفترة الراهنة، التي تؤكد على مغربية الصحراء وبأن الصحراء المغربية لم تكن هناك أي دولة سوى الدولة المغربية في صحرائنا المغربية. We'll be right back.